برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ودي مساحه جديده للراي. جدل لا ينتهي من اول ما دشن تحالف اوكوس بين امريكا وبريطانيا واستراليا، بدءا من صفقه الغواصات النوويه لاستراليا اللي الكشف عنها التعاون الثلاثي في تطوير اسلحه الفرط الصوتيه وقدره الحرب الالكترونيه، وهي الاجراءات اللي اعتبرها كثير من المحللين هي حوافز امريكيه لدول المنطقه لمواجهه هيمنه الصين. فبعد الاعلان عن تحالف اوكوس بين الدول الثلاث في منتصف سبتمبر الماضي 2021، هي الخطوه التي وصفت بانها اعاده لترتيب هيكل القوة في منطقة المحيط الهادي كله. جاء إعلان الدول الثلاث عن اتفاقها على تطوير صواريخ فرط صوتية ليزيد من حدة التوتر في هذه المنطقة من العالم. إعلان تحالف أوكوس عن تطوير الأسلحة الدفاعية أبلته الصين بتوقيع اتفاق أمني مع جزر سليمان، وهي أرخبيل من عدة جزر بتقع بالقرب من سواحل أستراليا. ده أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد التهديد باللجوء إلى القوة العسكرية لقطع الطريق على الصين في مدها حول المحيط الهادي. أستراليا وصفت ده بأنه كوبا جديدة في مواجهتها. ده زايد من الحدة، حدة التوتر في المحيط الهادي في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية طبعا، وده بينذر بعواقب وخيمة على دول العالم دون تمييز. هل يمكن تلافي صدام مسلح جديد في منطقة أخرى من العالم؟ ده اللي هنناقشه في هذه الحلقة من مساحة لرأي مع الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بيك دكتور مختار. أهلا وسهلا بيك، تحياتي يا فندم، وكل سنة وساعتك طيبة. أهلا بيك دكتور مختار. يعني ما يحدث الآن بيفكرنا تاريخيا بصراع الإمبراطورية البريطانية قديما مع الروسية، إمبراطورية روسية في القرن ال19، واللي سمي في الوقت ده اللعبة الكبرى. هل نعود مرة ثانية لهذا الصراع الكبير بين قوى كبرى؟ يعني أيضا يذكرنا بما يحدث بعد، بما حدث في الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية، وحالة الاستقطاب وحدة الاستقطاب بالدول ل يعني القوى كبرى اللي نتجت عنها الحرب العالمية الثانية. تاريخيا ما يحدث فعلا هو مرة أخرى صفحات التاريخ تعاد؟ سؤال مهم جدا، وهو أنا هاخد كلام حضرتك من آخره. هل صفحات التاريخ تعاد؟ نعم بالتأكيد صفحات التاريخ تعاد. ومهما امتلك الإنسان من معلومات، لكن ما تم تسريبه من وثائق ويكيليكس ثم من وثائق بندورا بعدها إلى حد كبير جدا تقدر تقولي فضح كثير جدا من الاتفاقيات الموجودة في هذا الشأن. واتفاقية الإيكوس هي الاتفاقية ربما المعلنة، لكن تبعها على طول مباشرة اتفاقية اسمها اتفاقية كواد. ثم ما قبل اتفاقية الإيكوس وما قبل اتفاقية كواد كان هناك اتفاقية اسمها اتفاقية يوكوزا. هذه الاتفاقية وقعت في الأربعينات من القرن الماضي، وتستغربي ان كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين بريطانيا أيضا، كان هم الأعمدة الأساسية لهذه الاتفاقية، معهم كندا، معهم استراليا، معهم نيوزيلندا. وكان غرض هذه الاتفاقية اللي هي اتعملت في الأربعينات، شوفي ما قبل الاتفاقية الإيكوس وما قبل اتفاقية كواد، كان غرضها أيضا احتواء الدب الصيني واحتواء الروس في المقام الأول، وتكوين تحالف إلى حد كبير جدا يستطيع أن يسيطر على مناطق النفوذ. لأنه الكثير جدا من المراقبين كانوا يروا أن مناطق النفوذ ربما تكون منطقة الشرق الأوسط بما تمتلكه من نفط أو بما تمتلكه من غاز وبما تمتلكه من مصالح استراتيجية، لكن اتضح أيضا أن هناك نفوذ أو مناطق استراتيجية مهمة زي بحر الصين الجنوبي أو زي هذه المنطقة اللي هو المحيط الهادي مع المحيط الهندي، هذه المنطقة الحساسة بدرجة كبيرة جدا. وده اللي خلى الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أهمية ده بالاتفاقيات القديمة، وتعمل هيلاري كلينتون
مقالة مهمة جدا في 2011 في دورية السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذه المقالة تلخصيها بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن توجه سياستها أو قوتها إلى المحيط الهادي لهذه المنطقة الحساسة، لأنه واضح أن الصين وهي تسير في نسق هادي هي كانت كثير جدا من المراقبين أو المحللين أو الفنيين أو مستشاري الأمن القومي يدركوا أن الصين صاعدة إلى السماء في المستقبل القريب، ليس على المستوى الاقتصادي بس، ولكن مطلوب بضرعة أو بأخرى. المستوى الاقتصادي هو كان قوة الدفع، الدفع الأساسية بالضبط. ولكن كان مطلوب بدرجة كبيرة جدا احتواء الصين اقتصاديا واحتواء الصين عسكريا. ودي المسألة اللي احنا ممكن نتحدث فيها فيما هو آت، لأنه خصوصا فيما هو مرتبط بالأسلحة الفرط صوتية اللي الصين والروسيا إلى حد كبير جدا برعوا فيها وتقدموا فيها بدرجة كبيرة جدا عن الولايات المتحدة الأمريكية أو عن الإنجليز أو عن الفرنسويين. لكن دكتور مختار، يعني ألا ترى في هذا الصراع، هو يعني خلينا نقول هو صراع روسي أمريكي؟ شوفي، لا انا عايز اقول لك إن احنا انتقلنا من امبراطوريات امبراطوريات، يعني انتقلنا من مرحله صراع بين الامبراطوريه الانجليزيه والامبراطوريه الفرنسيه اللي سيطرت على كثير جدا من مقدرات الكون الى صراع بين الامبراطوريه الامريكيه والامبراطوريه السوفيتيه. ثم بانهيار الاتحاد السوفيتي 90-91 انفردت الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 16-17 سنة في نهاية 2007 بقيادة العالم كقوة منفردة. في هذا التوقيت بالذات بدأت الصين وبدأ الروس وبدأت كثير جدا من القوى الدولية تبرز وتقوي نفسها لكي تستطيع في وقت من الأوقات أن تطارع الولايات المتحدة الأمريكية أو أن تصارع الولايات المتحدة الأمريكية كقوة موازية ليها. وده الصراع اللي احنا بنشوفه الآن في داخل الساحة الأوكرانية. نعم، ده يا حضرتك كأنك تحب أن تقول إنه إنه على خلفية الصراع التجاري بين دولتين زي الصين وأمريكا، إنه أمريكا تحاول أن تبقي على النظام الدولي الحالي، لكن الصين تريد أن يكون هذا النظام الدولي هو متعدد الأقطاب وليس قطب الأوحد هو الولايات المتحدة. مش الصين بس، الصين مش عايزة تبقي على الولايات المتحدة الأمريكية كقوة منفردة حول العالم، ولا الروس راغبين في ده، ولا الهند راغبة في ده إلى حد كبير جدا، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحالف معها بموجب تحالف الكواد، أو حاولت الروس أن يتحالفوا معاها وياخدوها في تحالف شنغهاي اللي اتولد 90-91 بضم الهند وباكستان في 2017 وضم إيران ليهم في 2021، وده حديث آخر احنا نتحدث فيه. يعني لعبة الاستخبارات الدفينة ما بين تصارع القوى العظمى للسيطرة على كثير جدا من مناطق النفوذ وأماكن الأماكن الاستراتيجية حول العالم، دي صراع قديم بدأ في الأربعينات زي ما وضحت إليكي، وصولا إلى اتفاقية الإيكوس اللي سحبت بها الولايات المتحدة الأمريكية إنجلترا من اتفاقية البريكسيت، ثم انضمت إليها استراليا كمخلب قد في مواجهة الصين، وتبدأ تعزيز استراليا كقوة نووية، لأنه هنا صفقة الغواصات اللي ألغيت بين استراليا وبين فرنسا مش الغرض في النهاية ان تخسر فرنسا 60 مليار دولار او تكسب الولايات المتحدة الامريكية 65 مليار، لا خالص، ده هي بتدي لاستراليا تكنولوجيا التصنيع النووي اللي الى حد كبير جدا تستطيع انها تدخله في صناعة الغواصات النووية لتصبح قوة نووية. ده كان الغرض منه دكتور مختار، انه نوع من تحجيم دور الطرف الآخر اللي هو الصين في المنطقة، وفرض نفوذ على نفوذها في هذه المنطقة في آسيا الوسطى، ومحاولة منها لدعم أو يعني الحصول على أكبر دعم من العلاقات الثنائية بينها وبين الدول المحيطة بالصين وروسيا. شوفي، الكلام ده تم بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الروس وما بين الصينيين في أمور كثيرة جدا متعددة. أنا من وجهة نظري أن تحالف الإيكوس كان نقطة مهمة جدا لحصار الصين والروس، تحالف كواد كان نقطة مهمة جدا لسحب الهند من يد الصين والروس في تحالف شنغهاي لتصبح بجانب الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لتحجيم الصين والروس، لأن تحالف كواد ده
في اليابان وفي كوريا الجنوبية بجانب الهند والولايات المتحدة الأمريكية. ثم الجزء الأهم اللي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية وأخذته الصين بطرف مضاد، سحب الولايات المتحدة الأمريكية لقوتها من ألمانيا، ثم تفريغ الولايات المتحدة الأمريكية للقوى القتالية لها من داخل العراق، ثم سحب الولايات المتحدة الأمريكية لقوتها مع حلف الناتو من داخل أفغانستان لكي تترك للصين شوكة وهي أفغانستان. لكن الصين لحقت هذا الموضوع وقدرت تحتوي أفغانستان وتحالفت معها اقتصاديا، ودي مسألة لعبتها الصين ضد توجهات الولايات المتحدة الأمريكية. الجزئية الثانية ودي جزئية مهمة جدا، أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي انفردت بقيادة العالم على مدار 16-17 سنة اللي هي الفترة من سنة 90 لغاية 2007، لأن 2007 ده تاريخ مهم جدا و2008 تاريخ مهم جدا، و2007 و2008 التاريخين دول هم اللي وصلونا لهذا الصراع اللي احنا بنتحدث عليه الان داخل الساحة الاوكرانية. العنوان الاساسي هو اوكرانيا، لكن هو مش صراع داخل اوكرانيا. الحديث الخارج من كثير جدا من قيادات الروسية الان، والحديث الخارج من داخل الصين الان، والحديث الضمني الخارج من الولايات المتحدة الامريكية والعالم الغربي، ان هي حرب بالوكالة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بالتحالف مع العالم الغربي. مقر هذه الحرب بالوكالة هو في مواجهة الروس والصينيين داخل الساحة الأوكرانية في المقام الأول. وده السر الكبير جدا أمام إصرار الروس الآن على تحرير مصنع أزوفستال والقبض على جنرال كندي وهو في محاولة هرب. هذا الجنرال وتم تحويله إلى موسكو والتحقيق معاه لسر وجوده، وبيقال إن في مجموعة من المرتزقة، هذه المرتزقة هم من إسرائيل، هم من الولايات المتحدة الأمريكية، هم من إنجلترا، هم من العالم الغربي، موجودين داخل هذا المصنع. هيكشف جزء كبير جدا من المسطور اللي احنا بنتحدث عنه أو بنتحدث في سياقه الآن. عشان نلخص الموضوع، الولايات المتحدة الأمريكية لما انفردت بقيادة العالم على مدار 16 أو 17 سنة، في قوة مش راضية على هذا الموضوع. الصين مش راضية، الروس مش راضيين باعتبارهم انهم وريث الاتحاد السوفيتي، الهند غير قابلة لده، الألمان واليابانيين حتى في ظل التحالف الظاهر مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هم مش غافرين للولايات المتحدة الأمريكية القنبلتين اللي حصلوا في الحرب العالمية الثانية، أو سور برلين ودمار الألمان اللي تعافوا بعد كده. وعشان كده ألمانيا النهاردة هي بدرجة أو بأخرى لا غير راضية عن مجال العقوبات الاقتصادية المفروضة على الروس، وبدرجة أو بأخرى بتحاول تفتح آفاق تعاون مع الروس بشكل يعني ضمني أو بشكل معين، لأنه والألمان أعلنوا كده صراحة أن مسألة العقوبات المفروضة على الروس فيما هو مرتبط بالنفط والغاز، هذا الأمر هي متضرر به ألمانيا في المقام الأول. ونورد ستريم 2 اللي تكلف من قبل المستثمرين الألمان 11 مليار دولار على مدار 5 سنوات، ده ضرر أكبر بالنسبة لألمانيا بجانب نورد ستريم 1 اللي الروس بيهددوا بقطعه في وقت من الأوقات إذا يعني تصاعدت حدة الصراعات ما بين الجانبين. في الأول وفي الآخر هو صراع تقود الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على نفوذها كقوة منفردة، قطب وحيد في مواجهة الولايات المتحدة، في مواجهة الصين وفي مواجهة الروس وفي مواجهة الهنود اللي بدرجة أو بأخرى بيتحدثوا بأنه ما يدور الآن من صراع هو في المقام الأول لإنهاء هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. وفي مقالة شهيرة جدا طلعت في مركز الأطلنطي تحدثت ان الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة من اخطر مراحلها، وهي بتسموها مرحلة الترهل الإمبراطوري، مرحلة الانحناء للأسفل. خلاص هي وصلت الى القمة، وانه الان بدأت مرحلة النزول. خلينا نتكلم دكتور مختار يعني بعد قليل حول انه هذا الصراع، حدة الصراع، تزايد حدة الصراع في هذه المنطقة، وانه أستراليا تصعد، وطبعا هناك وجود يعني تكثيف للوجود الأمني أو العسكري الأمريكي في البحر الصين الجنوبي، وهذا يؤجج كما ذكرنا طبعا كل يعني الصين تحديدا ودول المنطقة. خلينا نتكلم على ماذا ينتظر بعد كل هذا التصعيد وتأثيره على المنطقة، الإقليم وعلى العالم. بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام نروح نتابع ماذا كتبت الصحف صباح اليوم حول هذه الأزمة وهذا التصعيد، ونرجع نستكمل حوارنا مع الدكتور مختار غباشي.
الأهرام. يرى السيد صدقي عابدين الباحث في العلوم السياسية أن توقيت الاتفاق بين الصير وجزر سليمان جاء في ذروة الانشغال العالمي بالأزمة الأوكرانية وما يشهده العالم من عملية تصنيف أمريكية وغربية بالنسبة للدول ومواقفها، حيث تتولى التحذيرات الموجهة لبيجين من مساعدة روسيا في التغلب على خسائرها في الحرب، والأكثر من ذلك اتهام الصين للولايات المتحدة وحلفائها بتحمل جزء كبير عما آلت إليه الأمور في أوكرانيا. من الخليج، يشير مفتاح شعيب في مقالات أن جزر سليمان لها أهمية استراتيجية، لا سيما أن دخول الصين في هذه المنطقة يمثل تحديا، وسيكون هناك رد عملي من بيجين على توقيع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واستراليا معاهدة أوكوس لتعزيز الوجود الغربي في المحيطين الهادئ والهندي، وهو ما ينذر أن هناك تحولات واستعدادات لمتغيرات في مناطق كثيرة من العالم. البيان. في مقالات جمال الكشكي كتب يقول أن هناك مؤشرات واضحة لصياغة نظام عالمي جديد تتمثل في عودة أجواء الحرب الباردة بين المعسكر الغربي والشرقي، إذ نجد أن روسيا والصين تحاولان استدعاء سيناريو الحرب الباردة من خلال فتح مسارات جديدة مع دول تمثل حدائق خلفية للولايات المتحدة مثل كوبا وفنزويلا، بينما يعمل البيت الأبيض على مواجهة الصين بنفس السيناريو عبر البقاء والمرور في بحري الصين الشرقي والجنوبي وإرسال الأسلحة إلى تايوان التي تمثل شوكة في حلق الصين. وأخيرا الشرق الأوسط. وأخيرا عن رأي دكتور نصيف حتى وزير الخارجية اللبناني السابق، فإن القلق الغربي ينطلق من اشتداد التنافس في لعبتي الجغرافيا الاستراتيجية والاقتصادية بين الغرب وحلفائه من جهة والصين من جهة أخرى، والتي تمدد نفوذها بشكل سريع وقوي في منطقة المحيطين. هذا التمدد يعتبر الأداة الأساسية في الاندفاع الصيني للعب دور القوى العظمى الأخرى في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأمام روسيا عبر الاستراتيجية التي عنوانها طريق واحد حزام واحد. عودنا مرة أخرى مشاهدين الكرام لحضراتكم بعد هذا الفاصل، تابعنا فيه ماذا كتبت الصحف حول هذا الموضوع اليوم، بالعودة للحديث مرة أخرى مع الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار، كنا نتحدث قبل هذا الفاصل حول فكرة التأجيج، تزايد الصراع بين قوى عظمى و انغماس دول أخرى في هذا الصراع. يعني نرى أنه في بعض المحللين يعني قرأ المشهد أنه حتى أستراليا كانت مبيتة النية، وكأن هناك كان اتفاق مع الدول العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني شفنا أنه في تحول في العلاقات الأسترالية الصينية، لقينا أنه دائما أستراليا في الوقت القصير المضى أنه دائما تنتقد سياسات الصين مع الأقلية في الإيغور، هي دعمت فكرة التحقيق في جائحة كورونا، موقفها مع شركة هواوي مثلا، يعني في تصعيد مبيت وكأنه يعني في خطة مرسومة بشكل ما. نرى أن هناك تكثيف للوجود الأمريكي العسكري في البحر الصيني الجنوبي، توقيع اتفاقيات مع دول الجوار مع الصين يعني زي الفلبين وماليزيا وما إلى ذلك، اللي هي معها أصلا مشاكل على هذه الجزر مع الصين. يعني إلى أين يذهب العالم الآن؟ نرى روسيا وأوكرانيا، نرى ما تفعله الولايات المتحدة مع أستراليا والبريطانيا وهذا الاتفاق واللي قبلته باتفاق جزر سليمان. المشهد يعني إلى أين يذهب الآن؟ شوفي، يعني أنا أزود لك نقطة مهمة كمان إنه بخصوص الحديث الأسترالي ده، وصل حدية الحديث الأسترالي فرض العقوبات والضرائب، لا غير دي كمان، ده حديث وزير الدفاع الأسترالي باستعداد أستراليا للحرب، ورد عليه وزير الدفاع الصيني وردت عليه الخارجية الصينية بأنه هذا حديث يعيد أجواء الحرب الباردة إلى أقوى مما كانت موجودة. حديث يعني مش واجب أن يكون موجود، لأنه هنا تحالف الإيكوس بجانب التحالف اليوكوزا اللي كانت بناته الولايات المتحدة الأمريكية مع الإنجليز فترة الأربعينات، واستراليا هي العمود الأساسي، هي الجزء الأساسي فيه. ليه؟ لأنه هنا الولايات المتحدة الأمريكية وهي مش عايزة تؤمن ان هي في مرحلة الانحناء او مرحلة الترهل الامبراطوري، وده خلى حديث لافاروف
في جزء من صراع جزء من أحاديثه المتعددة في ظل الأزمة الأوكرانية أنه غرض الحرب الأوكرانية أو الصراع داخل أوكرانيا هو إنهاء هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية كخطبة واحدة على مستوى العالم، قالها كده صراحة. وده سر كبير جدا من سر المساعدات الأمريكية الكبيرة وسر المساعدات العالم الغربي إلى داخل الصحة الأوكرانية. والكثير جدا من المراقبين بيتحدثوا بنوع من يعني في فيما هو مرتبط بالمساعدات العسكريه الامريكيه او الغربيه داخل الساحه الاوكرانيه، ان الولايات المتحده الامريكيه والعالم الغربي يريد ان يصارعوا الروس حتى اخر جندي اوكراني، مش حتى اخر جندي امريكي او حتى اخر جندي غربي، لان هي المساعدات هنا مساعدات عسكريه بس. لما انت تاخد الصراع اللي موجود داخل الساحه الاوكرانيه بهذا الشكل وتاخدي اصرار الروس على تحرير مجمع أزوفستال، وانا اتصور انه تحرير مجمع أزوفستال تحديدا هيكشف للعالم حقائق ربما هذه الحقائق لم يكن يعلمها احد، لانه خصوصا فيما هو مرتبط بالمعامل البيولوجيه اللي خلقتها الولايات المتحده الامريكيه داخل الساحه الاوكرانيه، او حجم الخبراء الامريكان او الكنديين او الغربيين الموجودين داخل هذا المصنع في مواجهه الصراع مع الروس داخل هذه المنطقة تحديدا. الجزء التاني وده جزء مهم جدا، ان هل الولايات المتحدة الامريكية والعالم الغربي واحنا بنتحدث عن الساحة الاوكرانية هم بيتكلموا انه مش فاهمين ان اوكرانيا هو عمق استراتيجي للروس وانه صعب جدا التخلي عنها، هم مدركين لده، ولكن هم وهم فاهمين كويس قوي انه مسألة تخلي الروس عن اوكرانيا دي مسألة مستحيلة. يعني مسألة مش واجب التفكير فيها. هذه المسألة هي كانت حديث مهم جدا انا قررت الحقيقه كثيرا، خصوصا فيما هو مرتبط بجورج بوش الابن وما بين بوتين، بان اوكرانيا هبت السماء وانه صعب جدا التخلي عنها، وانه حتى العالم الغربي لما حاول يغري اوكرانيا في 2014 ب 20 مليار دولار عرض غربي بضم اوكرانيا الى حلف ناتو او دول الاتحاد الاوروبي، جابها الروس ده صراحة بضم شبه جزيرة القرم والتحكم في لوهانسك ودوندستك اللي هم لهان جمهوريتين. هم مدركين لده، وعشان كده الولايات المتحدة الأمريكية بدأوا يفتحوا جبهة جديدة، بدأوا يحرضوا فنلندا والسويد بالانضمام إلى حلف الناتو أو دول الاتحاد الأوروبي رغم أن دي دول حيادية. وكان هنا رد الروس بأنه هنا لا، الروس لن يقبلوا بده، وأنه قد يكون هناك ردود روسية إلى حد كبير جدا، ردود قوية أو ردود عنيفة على هذا الأمر. بالمجمل تسخين هذه الأماكن من مناطق النفوذ أو مناطق الصراع الغرض منها غرض أساسي، الولايات المتحدة الأمريكية تريد الحفاظ على الهيمنة، والروس والصينيين يتحدثوا مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنه مسألة القطب الواحد انتهت وأنه نحن أقطاب متعددة الآن. خلاص المسألة دي انتهت، وأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤمن بده. حدية هذا الصراع بموجب هذه الاتفاقيات أو بموجب هذه التحالفات هتصل إلى أين؟ أنا متصور أن الصراع لن ينتهي عند حدود الساحة الأوكرانية، لأن حديث الروس امبارح وأول امبارح بأن هناك تهديد على مصالح الاستراتيجية الروسية وعلى منظومة الأمن القومي الروسي يأتي من بولندا، لأن بولندا بدأت هي البوابة المهمة جدا أو تقريبا البوابة الوحيدة للمساعدات الأمريكية والغربية اللي بتدخل داخل الساحة الأوكرانية. وهنا الوضع بالنسبة لروسيا عايزة ترجع لحدود 97، ومش راضية عن ان بولندا ودول بحر البلطيق استونيا ولاتفيا وليتوانيا ان تكون مخلب دايما للتهديد الى الروس مستقبلا. يعني اذا انتهى الصراع داخل الساحه الاوكرانيه وارتضى العالم الغربي وهو ما عندوش بديل غير انه يرتضي بده، خلاص شبه جزيره القرم جزء من الدوله الروسيه، لوهانسك ودونتسك الجمهوريتين منفصلتين، تفريغ الساحه الاوكرانيه من الاسلحه الاستراتيجيه او الاسلحه الحكوميه تبقى دوله محايده او تبقى دوله في عباءه روس، خلاص تنتهي. لا، المساله مش هتقف عند ده، لان هنا الروس ما زال يستشعروا تهديد ياتي من قبل بولندا، وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تغازل أو تحرض فنلندا والسويد على انضمام إلى حلف الناتو لكي تستطيع أن هي تخلق جبهة أخرى للروس أن هم يضغطوا عليها، والروس مش عايزين يقبلوا بده. عشان كده بدأ الحديث عن الأسلحة الفرط صوتية، وهذه الأسلحة مخيفة للغاية. والأسلحة الفرط صوتية ديت أنا أقول لحضرتك نقطة واحدة بس، أن في الثانية الواحدة قيمة سرعة هذا السلاح كيلو و600 ستة من عشرة، ده في الثانية الواحدة.
معناها بتتكلمي في الدقيقة في حدود 100 كيلو. ده قوة هذا السلاح. وهذه الأسلحة الفرط الصوتية اللي برعت فيها الروس تحديدا والصينيين تصل مداها إلى حدود 18,000 كيلو متر. يعني معناها كل الولايات الأمريكية وكل العالم الغربي في مواجهة هذه الأسلحة. يعني اللي حضرتك بتقوله دلوقتي مع وجود قواعد عسكرية أمريكية في القارة، في قارة آسيا، لدينا قواعد في اليابان وسنغافورة وتايلاند ويعني دول كثيرة، وهذه الأسلحة، يعني نحن على مشارف حرب عالمية كبرى مرة ثالثة، وخاصة أنه كان من 2014 كان هناك يعني صحفي اللي هو جراهام أليسون تقريبا كان هذا اسمه، قال أنه لابد أن يكون هناك حرب بين يعني الهيمنة، دول مهيمنة زي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصاعدة. هل نحن يعني في هذا الطريق الآن؟ أنا عشان كده قلت لك إن هي المسألة لن تقف عند الحدود الأوكرانية، وإن مسألة بولندا على المحك، ومسألة دول بحر البلطيق على المحك، وإن إسرائيل عشان تصرف نظر روس عن بولندا وعن دول بحر البلطيق تبدأ تسخن الجبهة الفنلندية السويدية، ده أمر متعمد. وإن الولايات المتحدة الأمريكية وهي في مرحلة تفريق قواتها من بعض المناطق أو مناطق النفوذ وتعتمد على الحكومات أو على الدول بحكم العلاقات الاستراتيجية اللي بينها وبينها، زي مثلا تفريغ قوة الولايات المتحدة الأمريكية من داخل الساحة الألمانية، أو تفريغ القوة الهجومية أو القتالية من داخل الساحة العراقية، أو سحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها من داخل أفغانستان. الغرض من ده كله تحويل هذه القوة إلى الصين، إلى بحر الصين الجنوبي وإلى أماكن نفوذ أخرى. وعشان كده الكثير جدا من المراقبين قالوا لا، الحديث ده مش حديث بايدن الآن ولا حديث الساحة الأوكرانية الآن، ده نرجع للمقالة اللي كتبتها هيلاري كلينتون، ودي في 2011 في دورية السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. وفي المقالة دي قالت إن المفروض 60% من القوة البحرية الأمريكية تذهب إلى بحر الصين الجنوبي، وتذهب لأن مطلوب حصار الصين. من الآخر يعني مطلوب الولايات المتحدة الأمريكية أن تحتوي هذه القوة النووية الاقتصادية العسكرية، ومطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تحتوي أو أن تحاول أنها تفكك تحالف شنغهاي اللي الروس والصينيين بنوه في 90-91، وضموا لهم الهند وباكستان في 2017، ومش كده وبس، ده ضم لهم إيران في 2021 كمان، وتركيا مقدمة طلب فيه من 2012 وموجودة بصفة مراقب، وقالت أنا مستعدية أنضم ليه، ومقابل انضمام ليه أنا مستعدية أسحب انضمامي لدول الاتحاد الأوروبي. بالمجمل أنا متصور إن كنت أمام إرهاصات قوة جديدة، وأمام إرهاصات موات لقوة قديمة أو اضمحلالها بدرجة كبيرة، ومتصور إن إرهاصات حرب عالمية ثالثة لن تنتهي بالساحة الأوكرانية، هي موجودة، لكن مداها هيوصل لفين وحدودها هتوصل لفين وهتبدأ تنطلق منين؟ هل هي الساحة الأوكرانية هي ساحة الانطلاق؟ هل هي منطقة الشرق الأوسط هي ساحة الانطلاق؟ هل هو بحر الصين الجنوبي؟ زي ما باحث كبير جدا اسمه طلال ابو غزاله تحدث في هذا الموضوع احاديث كثيره جدا متعدده بانه بحر الصين الجنوبي هو انطلاق للحرب العالميه الثالثه، اماكن كثيره جدا متعدده. الولايات المتحده الامريكيه تحاول ان تنقذ نفسها ومعها تحالف غربي هش، هذا التحالف هي مش راضيه عنه، وهذا التحالف هو ضمنيا مع الولايات المتحده الامريكيه، لكن صراحه وفي امور كثيره جدا هو ضده. الفرنسيين مش غافرين للولايات المتحده الامريكيه سحب صفقه الغواصات، مش غافرين للولايات المتحده الامريكيه سحب انجلترا من البريكسيت، والمانيا برضه متضرره، المانيا متضرره ومش راضيه على هذا الموضوع. المجر بدات تتحلل صراحه وقالت انا ضد اي عقوبات وضد اي امور بتاخدها الولايات المتحده الامريكيه والعالم الغربي ضد الروس، وكانت تذهب في تحالف مع الروس. العالم الان يتقلب موازناته وتتقلب توازناته، لكن الجزء الوحيد اللي واجب ان احنا نلفت النظر اليه، اين العالم العربي من كل ما يحدث؟ هو ده السؤال اللي واجب ان نطرحه في هذه الحلقه، اين العالم العربي ومقدراته، واين موقع العالم العربي وامكانياته في كل ما هو حادث في كل هذه الجوانب. نتحدث عن كواد، ونتحدث عن الايكوس، ونتحدث عن ايكوازا، ونتحدث عن التي بي بي، ده تحالف بناته الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مع 11 دولة في المحيط الأسيوي، ونتحدث عن تحالفات متعددة، والعالم العربي غائب في كل هذه المواضيع. لا هو ده سؤال ممكن أعمل له حلقة، أما هو يعني
كيف تكون يعني النتائج وتأثيرها علينا، وكيف يلقي هذا بظلاله على منطقة الشرق الأوسط؟ لأن طبعا لما نتكلم على أنه هناك يعني توقع بحرب عالمية كبرى، فبالتأكيد لابد أن يكون هذا هو سؤال الآني لنا. صحيح. بشكرك شكر جزيل للدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. بشكرك ليك، بشكر ليك وجودك معنا النهاردة. بشكرك شكرا جزيلا. وإن شاء الله يعني نأمل أنه ما يكونش الأوضاع إن شاء الله تقول إلى حرب عالمية، يعني لا نتمنى هذا أبدا. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله.